الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بالعلامة الثانية وهي أو الثالثة تاء الفاعل، وهو المراد بقوله من يحدث سواء كان لمتكلم أو مخاطب يختص بها الماضي. قال الشارح زيادة على ذلك: ومثل تاء الفاعل تاء التأنيث الساكنة، ساكنة أصالة الدالة على تأنيث الفاعل. عرفنا المراد تأنيث الفاعل فيه شيء من القصور، الدالة على تأنيث المسند إليه يشمل نائب الفاعل واسم كان، وهي خاصة بالماضي أيضا، وتلحقه متصرفا كان أو جامدا ما لم يلتزم تذكير فاعله. يعني بعض الأفعال الماضية التزمت العرب بمعنى أنها لم تنطق بها إلا وهي مذكرة ولو كان الفاعل مؤنثا، حينئذ هل تقبل تاء التأنيث الساكنة؟ الجواب أنها باعتبار الأصل نعم، لكن باعتبار الالتزام الذي عرض عليها حينئذ لا تقبله، فلا اعتراض حينئذ. قال رحمه الله تعالى: وبها يتبين لك أيضا أن نعمة وبئس فعلان لقبولهما إياها. وبها أي بتاء التأنيث الساكنة، بها أي بتاء التأنيث الساكنة يتبين لك أنت أيها النحوي يا سائلي عن الكلام المنتظم إلى آخره. أيضا كما قلنا في تاء الفاعل أن نعمة وبئس فعلان يعني الأسمان، لأنه مر معنا بنعمة الولد على بئس العير، قلنا بعضهم استدل به على أن نعمة وبئس اسمان لدخول حرف الجر عليهما، والصواب أنهما فعلان لقبول هذين اللفظين تاء التأنيث الساكنة. فلما قبلت نعمة تاء التأنيث الساكنة حينئذ حكمنا عليها بكونها فعلا، ولما قبلت بئس تاء التأنيث الساكنة حكمنا عليها بكونها فعلا. حينئذ عرض عارض وهو دخول حرف الجر عليهما، أمكن تأويله فأولا فرضا للأصول. وبها يتبين لك أيضا أن النعمة وبئس فعلان، وهذا عند جميع البصريين وكذلك الكسائي، لقبولهما أي لقبول نعمة وبئس إياها يعني هذه التاء. ففي الحديث هذا للتعليل، ففي الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، فبها ونعمة، نعمة اتصلت بها تاء التأنيث الساكنة، نعمة تاء هذه تاء التأنيث الساكنة، حينئذ النعمة نقول هذا فعل ماضي بدليل ماذا؟ بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بها. من توضأ هذه شرطية، توضأ هذا فعل الشرط، فبها ونعمة، فبها يعني فقد أخذ بالرخصة، توضأ يوم الجمعة يعني اقتصر على الوضوء، فبها ونعمة يعني نعمة الرخصة الوضوء، نعمة الرخصة الوضوء، دل ذلك على أن هذا الفعل قد اتصل أو أن هذا اللفظ اتصلت به تاء التأنيث الساكنة فحكمنا عليها بكونها فعلا. هنا قال ونعمة الرخصة الوضوء يعني الوضوء فقط يعتبر من الرخص، والاغتسال أفضل بناء على أنه من المستحبات، من المستحبات. ومر معنا في أصول الفقه أن استدلال بعضهم غسل الجمعة واجب، واجب، قالوا فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، إذن هذا واجب يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، إذن يعتبر ماذا؟ من الواجبات. والصواب أن هذا تحليل خطأ من أصله. لماذا؟ لأن الواجب بهذا المعنى حادث، الواجب بهذا المعنى حادث. ما معنى حادث؟ يعني الصلاح وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد المتكلم، هذا الذي يعنينا، حينئذ بعده، فلا يفسر قوله بمصطلح عرفي قد حدث بعده. صحيح؟ صحيح أم لا؟ هذه قاعدة فائدة لابد منها العناية بها،
وهي أن ألفاظ الشرع لا تحمل على الاصطلاحات العرفية المتأخرة، وهذا يوقع الناظر في الدليل في الخطأ. حينئذ يستدل بهذا النص يعني بذاته إذا نظر إليه وحده دون غيره يستدل به على أنه واجب، غسل الجمعة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، فدل ذلك على أنه واجب بالمعنى الاصطلاحي، وهذا غلط. الصواب أنه واجب هنا بالمعنى اللغوي يعني ثابت، وإذا كان ثابتا حينئذ نقول المستحب ثابت ها والواجب ثابت، كل منهما ثابت وكل منهما ثابت. وهنا كذلك تقدر الرخصة، الرخصة هذا من الاصطلاحات ها، الرخصة في اللغة السهولة، هكذا يقول الأصوليون. هنا تأتي بماذا؟ بين الاصطلاحين، إذا لهم اصطلاح خاص ولهم اصطلاح لغوي، حينئذ النظر في المعنى اللغوي والمناسبة بينهما. فالرخصة في اللغة هي السهولة، وإذا كان كذلك لا يحمل اللفظ كذلك إذا جاء رخصة على أنه ماذا؟ ما يقابل العزيمة، هذا كقوله واجب، هذا ليس بالصواب. ولذلك استدلال الجمهور بكوني المبيت من منها ليالي الحج 13 إلى آخره وما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ورخص لأنه يقابل العزيمة، هذا استدلال كالاستدلال السابق، قل فيه نظر ليس بالصواب. لماذا؟ لأن الرخصة بهذا المعنى أنها مقابلة للعزيمة هذا الصلاح، ورخص في الحديث بمعنى سهل، وجاء في رواية مسلم استأذن فأذن له، فدل على أن الرخصة هنا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي ليس المعنى الصلاحي. وإذا كان كذلك فالأصل ماذا؟ الأصل بقاء الفعل دالا على أنه سنة ولا يصل إلى الوجوب. أما حديث خذوا لتأخذوا هذا لا يدل على الوجوب. لماذا؟ خذوا عن لمناسككم، يستدل به بعض الفقهاء على أن بعض أفراد الحج واجب، هذا النص قل لا، استدلال ليس بالصحيح مطلقا. لماذا؟ لأنه لم يقل حجوا كما قال صلوا، وإنما المأمور به الأخذ، خذوا عني مناسك، إذن خذوا بمعنى احفظوا، وحفظ الشريعة سواء كان المناسك أو غيرها من الواجبات إما العينية وإما الكفائية، إذن خذوا لتأخذوا أمر على ظاهره والأمر يقتضي الوجوب، لكن خذوا بمعنى ماذا؟ احفظوا عني مناسك الحج لتبليغها لمن ورائي، حينئذ المأمور به الأخذ وليس المأمور به ماذا؟ أفراد مناسك الحج. فرق بين هذا الحديث وبين حديث ها صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا الصلاة مأمور بها، والأمر بالكل أمر بكل جزء من أجزائه، صحيح؟ الأمر بالكل أمر بكل جزء من أجزائه، خرجنا عن المقصود لكن لفائدة. إذن نقول الترخيص والواجب هذه الاصطلاحات التي يدرسها طلاب العلم في سائر الفنون علوم الآلة، احذر أن تنزلها مباشرة على نصوص الشريعة، وإنما تأمل وتوقف في بعض المواضع قد تدل القرائن على أن هذا المعنى المراد به الاصطلاحي وفي بعضها لا، لكن ابتداء هكذا كلما وجد لفظ الرخصة أو لفظ الواجب أو المكروه وينزل على الاصطلاحات الحادثة قل لا، هذا ليس به بصواب. قال هنا وفيه أيضا في الحديث وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، فإنها بئسة ها تاء التأنيث الساكنة اتصلت ببئسة فدل على أنها فعل، دخول حرف الجر على بئس العين نقول هذا مؤول على ما سبق بيانه، على ما سبق بيانه. أعوذ بك يا رب من الخيانة والخديعة للغير، هو أن يضمر الشر لغيره، فإنها يعني فعل التعليم بئسة البطانة أي الخصلة المبطنة مضمرة في القلب للغير، المخصوص بالذم الخيانة. إذن الشاهد من هذين النصين أن تاء التأنيث الساكنة اتصلت بنعمة وبئسة، واستدل بها النحاة على أنهما فعلان، خلافا يعني هذا القول بأنهما فعلان يخالف خلافا، خلافا هذا منصوب على مفعول معه على أنه مفعول مطلق، مثل أيضا آض يئيد أيضا، هنا يخالف خلافا، خلافا لمن زعم، والزعم هو القول الفاسد، أنهما أي نعمة وبئسة اسمان لدخول، اسمان يعني لا فعلان، لدخول حرف الجر عليهما باضطراد وكثرة كما تقدم في باب الاسم. علامة الرابعة
من العلامات الأربع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى دلالة الفعل على الأمر بما اشتق منه وهو المصدر، وهذه علامة انفرد بها الناظم رحمه الله تعالى، والأكثر على أنها ليست مضطردة، وإذا لم تكن مضطردة حينئذ لا يصلح أن تكون علامة للأمر خلافا للمشهور. دلالة الكلمة بنفسها يعني لا بغيرها لا بواسطة، وهذه النفي بكونها بذاتها بنفسها لا بواسطة متفق عليه، لأن اللفظ قد يدل بذاته بنفسه وقد يدل بواسطة. ينفق هذا دل على ماذا؟ على الإنفاق ولا يدل على الطلب، إذن هو فعل فعل مضارع لا يدل على الطلب، لكن إذا دخلت عليه لام الأمر لينفق دل على طلب الإنفاق، إذن مدلول لينفق الفعل هنا طلب الإنفاق، لكن هل يصير ذلك فعل أمر؟ الجواب لا، وإنما هو فعل مضارع، ودلالته على طلب إيجاد الإنفاق ليس بذاته وإنما بكلمة زائدة عليه وهي لام الأمر. إذن دلالة الفعل على الطلب إما بالذات وإما بالغير، بالغير هذا يدخل على الفعل المضارع، بالذات هو المعني بماذا؟ بكونه فعل أمره. ولذلك قال دلالة الكلمة على الأمر يعني بنفسها، والطلب كذلك، بما اشتق منه بالذي أي بمضمون لفظ اشتق ذلك الأمر منه يعني من ذلك اللفظ، يقصد بما اشتق منه يعني بمضمون اللفظ الذي اشتق منه، وقل مثلا يدل على الطلب كذلك على إيجاد الطلب على إيجاد القول. طيب دل على ماذا؟ ها دل على القول، إذن دل على القول، ما علاقة القول بقل؟ قل مشتق من القول، إذن دل على الطلب بما اشتق منه وهو إيجاد الطلب، إذن يدل على شيء يجب إيجاده أو يطلب إيجاده، وهذا الشيء مأخوذ من الأصل وهو أن الأصل بالاشتقاق هو المصدر. دلالة الكلمة على الأمر بما اشتق منه، بما أي بمضمون لفظ اشتق منه، اشتق ذلك الأمر منه يعني من ذلك اللفظ، ثم عرفه بما اشتق منه وهو أي ذلك اللفظ المصدر، كما مثل به الناظم النحو قل، فإنه يدل على الأمر بما اشتق منه وهو القول وهو المصدر، ومثله ادخل يدل على ماذا؟ على الأمر بما اشتق منه وهو الدخول والانبساط والشرب والأكل كذلك، بخلاف صح فإنه وإن دل على الأمر والطلب بالسكوت لكنه ليس فعل أمر. لماذا؟ لعدم اشتقاقه، لأنه لا يدل على أصله، هو بمعنى اسكت لكنه لم يكن فرعا عن اسكت، ولذلك اللفظ مختلف. إذن قل دل على الطلب بما اشتق منه وهو المصدر وهو القول، صح دل على الطلب لكن ليس له مصدر اشتق منه، يدل على ماذا؟ يدل على السكوت، السكوت ليس مصدرا له وإنما مصدر لماذا؟ أسكت، وهذا صح، إذن ليس له مصدر، إذن خرج بهذا القيد. إذن لابد من أمرين، أن يدل على الطلب ثم يكون له مصدر، يكون هذا المصدر هو المدلول بقل، حينئذ استويا، لكن إذا دل على الطلب ولم يكن له مصدر حينئذ لا يكون فعل أمر. فإنه وإن دل على الأمر بالسكوت ليس يعني لفظ صح ليس فعل أمر لعدم اشتقاقه مما يدل عليه، بل هو ليس مشتقا هو جامد، إذا كان جامدا حينئذ ليس له أصل، وإن فسر بماذا؟ بما يمكن الاشتقاق منه وهو أسكت، هذا فعل أمر دل على الطلب ودل على السكوت، صح بمعناه لا يلزم أن يستويا، ولذلك قلنا فيما مر صح اسم فعل فهو اسم، ولذلك يدخل تنوين التنكير، أحسنت، تنوين التنكير، إذن هو من الأسماء، ويفسر بماذا؟ ويفسر بأسكت، إذن كونه يفسر بالفعل لا يلزم أن يستوي معه فيكون فعلا، كما جعلت ليس هناك في معنى ما نافية لا يلزم أن تكون حرفا، وعسى بمعنى لعل في الترجي لا يلزم أن تكون حرفا، إذا فسر الحرف أو الفعل بمضمون الثاني لا يلزم أن يكون مثله في النوعية، لعدم اشتقاقه مما يدل عليه، مما أي من السكوت الذي يدل عليه لفظ صح، فإنه اسم فعل جامد.
قال ومثله ما وإيه، مثله ما يعني مثل صه في عدم اشتقاقه مما يدل عليه ما، أي انكفف عما عنا أي امتنع منا انكفف، فإنه وإن دل على الاشتقاق ليس مشتقا منه، ومثل صه أيضا في عدم اشتقاقه إيه إيه فيه بالتنوين وعدم التنوية، مثل صه وصح بكسر الهاء وتنوينه، أي زدنا حديثا أو امضي في حديثك أو زد منه. إذن اسم فعل الأمر ما دل على الطلب وليس له مصدر، على ما ذكره الناظم، ما دل على الطلب لكنه ليس له مصدر يدل عليه بالأمر، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اسم فعل أمر. وقضية كلامه يعني مقتضى كلام الناظم في قوله أو أمر ذا اشتقاق أن لزالي ودراكي كذلك هي أفعال أمر، وهذا فاسد. نزالي ها دال على الطلب وله مصدر أو لا؟ له مصدر وهو النزول. إذن على كلامه، قضية كلامه مقتضى كلامه أنه فعل أمر، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. دراكي ها طلب الإدراك، إذن هو دال على الطلب ومصدره الإدراك، إذن قضية كلامه ومقتضى كلامه أن يكون ماذا؟ أن يكون فعلا، وليس الأمر كذلك. بل نزالي اسم فعل أمر ودراكي اسم فعل أمر وليس به فعلي أمر، هذا يعتبر عكسا أو نقضا لعلامة المصنف. وقضية كلامه أن نزالي ودراكي فعلا أمر لدلالتهما على الأمر بما اشتقا منه، فإن نزالي مشتق من النزول والنزول هو المصدر، ودراكي مشتق من الإدراك الذي هو المصدر، وليس كذلك يعني ليس كذلك كونه ماذا؟ كونهما فعلي أمر، وليس كذلك يعني مثل مقتضى كلامه من كونهما فعلي أمر، بل هما اسما فعل أمر. واضح هذا؟ هذا يعتبر نقضا للعلامة، نقضا وهو وارد ولا جواب عنهم. قال وأن هلم وهاتي وتعالى ليست أفعال أمر، أن هلم وهاتي وتعالى، وأن أي مقتضى كلامه، هذا اعتراض على الناظم بهذه العلامة بأنها فاسدة لأنها ليست مضطردة، أو أنها أخرجت بعض الأفعال فهي ليست جامعة ولا مانعة. هلم دال على الطلب وليس له مصدر، على كلامه ليست فعلا وهي فعل، واضح؟ هلما دال على الطلب وعلى كلام المصنف ننظر هل لها مصدر أو لا، ليس لها مصدر، إذا ليست فعل أمر وإنما هي اسم فعل أمر، كذلك هاتي وكذلك تعال، والصواب فيها أنها أفعال أمر، أنها أفعال أمر. قال وأن هلما وهاتي وتعالى، هلما وهو عند الحجازيين اسم فعل بمعنى حضر أو أقبل، وهاتي بكسر التاء مطلقا إلا إذا كان للجمع المذكر فإنه يضم آخره، تقول هاتي يا زيد، هاتي يا زيد، هذا ليس للتأنيث، هاتي لأنه فعل أمر مبني على لا هاتي مبني على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة. إذن هاتي يا زيد، كيف تقول هاتي؟ أنا امرأة، هاتي يا زيد، قل هذا هاتي ليست الكسرة هنا والتاء تاء التأنيث، وإنما هي دليل على الحذف على الحرف المحذوف، وهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. هاتي يا زيد، وهاتي يا هند، وهاتي يا ظهرت الياء، هاتي يا زيدان، هاتي يا فعل أمر مبني على حذف النون، نعم أحسنت، والألف فاعل، ويا زيدان هذا منادى، أو يا هنداني وهاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء كما تقول هاتوا يا قوم بضمها، قال تعالى قل هاتوا ها برهانكم. وأن تعالى بفتح اللام أبدا يعني دائما حتى مع واو الجمع، تعالوا أتلوا، تعالى يا زيد، وتعالي يا هند، تعالى يا زيد، تعالى هذا فعل أمر مبني على حذف الألف، تعالي يا هند، تعالى يا زيدان ويا هندان، وتعالينا يا هندات، وتعالوا يا زيدون، كل ذلك بالفتح، قال تعالى قل تعالوا أتلوا، وتعالينا ومتعكن. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها أفعال أمر،
ولذلك قبلت يا المؤنث المخاطبة في النوعين هاتي وتعالى، على كلام طويل في هذين الفعلين وتعالى. قال ليست أفعال أمر، مع أن قضية كلامه أن هذه الثلاثة ليست أفعال أمر، والذي صححه ابن هشام أن هاتي وتعالى فعل أمر، فعل أمر، وسكت عنها لما لأنها قد تكون في لغة فعل أمر وفي لغة أخرى اسم فعل أمر. ناظم هنا قال صحح أو الشارح صحح ابن هشام أن هاتي وتعالى فعل أمر، وهو كذلك لأنهما يدلان على الطلب مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة، وكل ما دل على الطلب وقبل ياء المؤنثة المخاطبة فهو فعل أمر. قالوا هاتي هاتي يا هند، وكذلك تعالي يا هند، إذن قبل ياء مؤنث المخاطبة وصار فعل أمر. وأما هلم فتكون في لغة اسم فعل فعل أمر وفي لغة أخرى ماذا؟ فعل أمر. وتفصيل هذه الأفعال في شرح القطر إن شاء الله تعالى. والمشهور بين النحاة أن علامة الأمر دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، يعني ياء المؤنثة المخاطبة، هذا المشهور بين النحاة وهو الأولى لأنه مطرد لا ينعكس، لأنه مطرد دائما لا يأتي فعل لا يقبله، لا يدل على الطلب ولا يقبل ياء المؤنثة المخاطبة حينئذ. وإن زاد بعضهم أنه إما ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. والمشهور بين النحاة أن علامة الأمر يعني فعل الأمر دلالته على الطلب بصيغته لا بد من الزيادة، فإن دل باللام أو بغيرها حينئذ لا يكون فعل أمر بل يكون فعلا مضارع، فعلا مضارعا. وقبوله ياء المؤنثة المخاطبة فقد نعم ياء المؤنثة المخاطبة، فإن وجدت هاتان العلامتان معا حينئذ حكمنا على الفعل بكونه فعل أمر، فهي أفعال أمر لا أسماء أفعال، خاصة فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال فإن دلت الكلمة عليه ولم تقبل الياء فهي اسم فعل كصح. فإن دلت الكلمة لفظ عليه على الأمر بالمعنى اللغوي، على الأمر بالمعنى اللغوي يعني على الطلب، ولم تقبل الياء يعني ياء المؤنثة المخاطبة حينئذ فهي اسم فعل كصح. صح هذا يدل على الطلب بصيغته بذاته لا بواسطة، بمعنى اسكت. وحينئذ نقول ننظر هل هو فعل أمر أم لا، دلالته على الطلب لا تقتضي مطلقا أن يكون فعل أمر، لابد من ضميمة علامة أخرى، ولذلك علامة فعل الأمر مركبة بمعنى أنها لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، فلابد منهما معا، فدلالته على الطلب بصيغته فقط لا تكفي، لابد من ضميمة علامة أخرى وهي قبول ياء المؤنثة المخاطمة. حينئذ يقال صح يا زيد وصح يا هند، لا يقال صحي بالياء، لا يصح هذا. حينئذ دل ذلك على أنه ليس بفعل أمر لانتفاء أحد جزئي العلامة، لأن العلامة مركبة. إذن فإن دلت الكلمة عليه يعني على الطلب ولم تقبل الياء ياء المؤنثة المخاطبة فهي أي تلك الكلمة اسم فهي اسم فعل كصحي، اسم فعل أمر يعني، لأن يعني اسماء الأفعال قد يكون اسم فعل أمر وقد يكون اسم فعل ماضي وقد اسم فعل مضارع، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذن فهي أي تلك الكلمة اسم فعل كصح بمعنى أسكت، أو قبلتها قبلت ياء المؤنثة المخاطبة لكنه ماذا ولم تدل عليه على الطلب فهو فعل مضارع، لذا قال ففعل مضارع يعني فهو فعل مضارع، أو فهي تلك الكلمة فعل مضارع، مثل ماذا تضربين، تضربين هذا قبل ياء المؤنثة المخاطبة، تضربين الياء هنا فاعل، ما نوعه تقول فعل مضارع، لماذا لانتفاء الجزء الآخر، لأنه لا يكون فعل أمر إلا بجزئين لابد من تحققهما معا، دلالته على الطلب والقبول للياء، هنا قبل الياء ولم يدل على الطلب، حينئذ نقول هذا ماذا فعل مضارع وليس بفعل أمر. إذن علامة فعل الأمر مركبة من شيئين، الأول دلالته على الطلب بصيغته لا بواسطة، ثانيا قبوله ياء المؤنثة المخاطبة لابد من اجتماعهما معا، افعل افعلي صح،
افعل افعلي صح، ولا يراد بأنه لا بد من اجتماعهما معا، لا يراد بأنه لا بد أن تجتمع العلامتان معا لنحكم عليه، والمراد القبول، دلالته على الطلب بصيغته مع قبوله، يعني إمكان القبول لو أدخلنا عليه الياء. ولذلك أقول لك صل، ها صل يا زيد، صل يا زيد، هنا الذي ظهر من العلامة ماذا؟ دلالته على الطلب بصيغته. أين ياء المؤنث المخاطبة؟ ليست موجودة، لكن لو قلت صلي يا هندو قبل أو لا؟ قبل. إذن لا يشترط لابد أن تجتمع العلامتان معا في اللفظ، وإنما المراد أنه يدل على الطلب بصيغته مع إمكان قبوله ياء المؤنث المخاطب، وإلا لما بقي عندنا خطاب لمذكر. إذا لزم أنه دائما تكون الياء متصلة به لما وجد خطاب بالأمر للمذكر، لما قل صل صلي وصم ونحو ذلك، صم يا زيد صم، دل على الطلب، لم يقبل الياء في اللفظ، لكنه لو أدخلت عليه لقبل، هذا المراد. فإن قبل الياء دون دلالته على الطلب فهو فعل مضارع، إن دل على الطلب دون قبوله الياء فهو اسم فعل أمر على هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى وقد استبان لك، يعني ظهر بان وظهر أن الفعل ثلاثة أقسام، يعني من ترتيب المصنف السابق والفعل ما يدخل، قال الفعل ثم قال ما يدخل قد والسين أو لحقته تاء من يحدث أو كان أمر ذا اشتقاق، لم يقسم لك الفعل إلى ثلاثة أقسام، وإنما سيأتي بحث خاص يقسم فيه الفعل إلى ثلاثة أقسام، ولذلك قال هنا وقد استبان لك، لأنه لم ينص على ذلك، وإنما أورد والفعل ما يدخل قد والسين والفعل يدخل قد والسين، إذن أراد أن يبين جنس الفعل، لكن مع التفصيل السابق والشرح للعلامات استبان وظهر لك أن الأفعال ثلاثة، ثلاثة أقسام: ماض وعلامته المختصة به تاء الفاعل التي عبر عنها الناظم تاء من يحدث، أو لحقته تاء من يحدث، وزاد المصنف قال ومثلها تاء التأنيث الساكنة. انظر المصنف هنا عادة الشراح، الأصل أن يقول ماذا؟ وعلامته المختصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، زاد مثلها، لماذا؟ لأنه لم يقل المصنف تاء التأنيث الساكنة، لم يقل المصنف أن من علامة الفعل تاء التأنيث الساكنة، فلئلا يتقول عليه أتى بعبارة تدل على أن ما بعد مثل ملحق من عنده لا من عند المصنف. وعلامته المختصة به تاء الفاعل ومثله تاء التأنيث الساكنة، ومضارع هذا القسم الثاني، وعلامته المختصة به السين، ومثلها سوف، والإراد هو الإراد والجواب هو الجواب. لماذا قال ومثلها ولم يقل السين وسوف؟ مع أن النحاة ومن كتب وصنع قال السين وسوف، السين ومثلها سوف، لأن الثانية زادها الشارع على الناظم. وأمر وعلامته المختصة به عنده، عند من؟ عند الناظم، عنده إفهامه الأمر بما اشتق منه، يعني دلالته الأمر الطلب بما بالذي اشتق منه، وهو قد اشتق من المصدر، فيدل على المصدر. والصواب ما ذكره مصنف فيما سبق، وأن قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، هذا الذي مضى بحثه فيما يتعلق بكلام المصنف ومع ما زاده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الحرف، هذا النوع الثالث والأخير من أنواع الكلام التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها. ما المراد بمجموعها؟ بعضها لا جميعها لا كلها. لماذا؟ لأن الكلام قد يتألف من نوع واحد وهو الاسم، ولو قلنا يتألف من جميعها لما صح ذلك، لابد من اجتماله على الأجزاء الثلاثة ولا قائل به. قال رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله تعالى والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، علامة مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. طب لا تفرح هنا تكون علامة بمجرد مسألة واحدة، لو مشينا في على ظاهره كلنا علماء. والحرف ما ليست له علامة، الحرف
يعني الذي تقدم لنا ذكره في أقسام أو أنواع أجزاء الكلام التي يتألف من مجموعها، جاريا على القاعدة المشهورة عندهم كما ذكرناه، إعادة أو تكرار النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. والحرف ما أي لفظ ليست له علامته، ليست اتصلت به تاء تأنيث، علامة هذا اسم ليس، له هذا خبر ليس، ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني الحرف علامته عدم العلامة، عدم العلامة، ليست له علامة، بمعنى أنه ليست له علامة يقبل، ليس له، نعم، المراد به أن الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل شيئا من علامات الفعل، حينئذ نحكم عليه بكون علامته عدمية، هذا المراد. والحرف ما ليست له علامة، يعني ليست له علامة موجودة، فقس على قول تكن علامة مثاله حتى ولا وثم، وسيأتي. والحرف مبتدأ ما موصولة أو نكر موصوفة خبر المبتدا، إذن الحرف ما مبتدأ وخبر، ليست له علامة، ليس هذا فعل ماضي ناسف أو ناقص، والتاء حرف تأنيث، تاء التأنيث الساكنة مبنية على السكون لا محل له من إعراب، له متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم، علامة هذا اسم ليس، مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف أو الضرب، علامة لا تنطق بالضمة، إذن هو يكون بالسكون فتعربه علامة تلفظ به. فقس الفاء هذه فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا عرفت أيها السائل ما ذكرت لك من العلامات، علامات الاسم وعلامات الحرف والفعل كذلك، وأردت بيان ما هو النصيحة لك، فأقول لك قس على قولي وبياني، تكن إن قست على قولي وبياني تكن إن شاء الله علامة، يعني كثير كثير العلم. وعلامة هنا لابد من التقدير، نعم، قوله له علامة لابد من التقدير، بمعنى أننا نقدر صفة محذوفة، والحرف ما ليست له علامة موجودة. لماذا؟ لأن العدم نوعان، عدم مطلق وعدم مقيد، والعدم المطلق لا يصح أن يجعل علامة على الموجود، فليس هنا العلامة مطلق العدم، لا، يعني لا يقبل شيئا البتة، لا، إنما المراد به لا يقبل شيئا معينا. ما هو هذا الشيء المعين؟ علامة الاسم، علامة الفعل، لا يقبل شيئا معينا، لا يقبل هذا عدم، إذن هو عدم لكنه مقيد، مقيد بماذا؟ المنفي ما هو؟ قبوله علامة من علامات الاسم أو علامة من علامات الفعل، إذن ليست له علامة وجودية، بل عدم قبول العلامة علامة لهم. إذن فقس على قول تكون علامة، تكون هذا مرزوم بماذا؟ مرزوم ب أين جواب الشرط؟ فقس جواب الطلب، سنت جواب الطلب، قس إن تقس تكون علامة، مرزوم بالطلب السابق، تكون أنت هذا اسم تكون علامة، هذا خبر منصوب، خبر منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخر، مثاله هذا مبتدا مضاف إليه حتى وما عطف عليه هذا خبر، ثم الألف هذه للإطلاق. قال الشارح هنا الحرف لغة طرف الشيء كحرف الجبل، وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف وجانب من الدين، هذا يبين لك أن وجه المناسبة بين الحرف الاصطلاحي والحرف في اللغة، حرف الاصطلاحي ما هو؟ هو الحرف، سيأتي تعريفه، لكنه من حيث المعنى هو الواقع طرفا في الكلام، ليس مسندا ولا مسندا إليه، يعني ليس جزءا من الكلام، وإنما هو طرف في جانب ويستغنى عنه، كذلك المعنى اللغوي للحرف ما كان في جانب وطرفه. الحرف لغة يعني في لغة العرب ماذا؟ قال طرف الشيء يعني وجانبه بفتح الراء، طرف ليس الطرف، طرف شيء آخر. قال كحرف الجبل يعني طرفه، أي يعني طرفه، أو كحرف الجبل أي طرفه.
وفي التنزيل يعني القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على طرف وجانب من الدين، يعني لا يدخل فيه على ثبات وتمكن وطمأنينة ويقين، فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال اطمأن به أي ثبت واستقر عليه، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه أي ارتد. قال والصلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، كلمة دلت، كلمة جنس بالتعريف، حينئذ شمل أنواع الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحرفة، دلت يعني ذات دلالة لما مر على معنى في غيرها، خرج الاسم والفعل، خرج الاسم والفعل، قلنا كلمة دخلت فيه الأنواع الثلاثة، نحتاج إلى قيد يخرج ماذا؟ يخرج الاسم والفعل. قال دل على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها يعني بضميمة كلمة أخرى، لا يظهر هذا المعنى إلا إذا انضم إلى غيره، وليس هذا شأن الأسماء والأفعال، فخرج الاسم والفعل. قال فقط هذا فصل ثاني زاده بعضه لإخراج بعض الأسماء التي تدل على معنى في غيرها، وكذلك الأفعال، كل الأفعال، إذا قلت قام زيد، قام زيد، قام زيد، قلنا الأفعال في المعنى صفات، الأفعال في المعنى صفات، والصفات تقتضي ماذا؟ موصوفا، إذن دلت على معنى في غيرها، صحيح؟ دلت على معنى في غيرها، إذن هل هي حروف؟ الجواب لا. ما الفرق بين كون الحرف يدل على معنى في غيره والفعل يدل على معنى في غيره؟ قالوا الحرف يدل على معنى في غيره فقط دون أن يدل على معنى في نفسه، وأما الفعل دل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره، جمع الأمرين، والشرط والقيد هنا في الحرف أن يكون دالا على الغير فقط، وأما في نفسه فلا. إذا قلت قام دل على معنى في نفسه وهو القيام، فهمت منه القيام، ثم هذا القيام لابد له من محل، لابد له من موصوف، فإذا كان كذلك استلزم غيره، كل فعل يستلزم غيره فاعلا أو قد يكون مفعولا به، حينئذ نقول أفعال كلها بلا استثناء دلت على معان في غيرها، حينئذ استوى مع الحرف فلابد من إخراجه، نقول الحرف يدل على معنى في غيره فقط دون أن يدل على معنى في نفسه، والفعل يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره. كذلك بعض الأسماء كأسماء الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من هذا اسم شرط، حينئذ من يدل على عاقل، يدل على عاقل لأنها في أصل وضعها الدلالة على العاقل، أو من يعلم، حينئذ قل من دل على معنى في نفسه، وكذلك دل على معنى في غيره وهو ارتباط الجواب بالشرط أو لا. أسماء الشرط لها دلالتان، دلالة في نفسها على المعنى، وهي إما أن تدل على العاقل أو غير العاقل، عندما نقول هذا للعاقل لغير العاقل أو الزمان أو المكان إلى آخره، هذه دلالة أسماء الشرط في أنفسها، كذلك هي لها ارتباط بماذا؟ بفعل الشرط وجواب الشرط، لها علاقة أم لا؟ لها علاقة، لأن من هي التي ربطت الجواب بالشرط؟ إذا قلت يتق الله يجعل له مخرجا لا يصح الكلام هكذا، وإنما لابد من رابط، ما هو الرابط؟ من الشرطية، من الشرطية، إن تفعل أفعل، ما الرابط هنا؟ إن، إذا لما تضمنت من معنى إن الشرطية اقتضت ماذا؟ أنها تدل على معنى في غيرها، إذن الحاصل القاعدة هنا أن الحرف يدل على معنى في غيره، وكذلك الفعل بجميع أنواعه يدل على معنى في غيره، وكذلك بعض الأسماء، لكن دلالة الفعل على معنى في غيره وكذلك دلالة بعض الأسماء على معاني في غيرها، نقول هذا ليس فقط وإنما ماذا؟ مع دلالته على معنى في نفسها، فالفعل يدل على معنى في نفسه وكذلك في نفس الوقت يدل على معنى في غيره، إذن هو فعل ليس بحرف، وكذلك أسماء الشرط، أسماء الاستفهام
تدل على معنى في نفسها ومع ذلك تدل على معنى في غيرها، ولا نحكم عليها بأنها حروف، لأن الحرف شرطه وضابطه عندهم أن يدل على معنى في غيره فقط دون أن يدل على معنى في نفسه. ولذلك قال فقط، هذا المراد بقوله فقط. هذا فصل ثاني. قال لإخراج بعض الأسماء كأسماء الشرط والاستفهام، فإن كل واحد منهما يدل بسبب تضمنه معنى الحرف على معنى في غيره الذي قلناه مع دلالته على المعنى الذي وضع له. فإذا قلت من يقم أقم معه، فقد دلت من على شخص عاقل بالوضع، هذا الذي دلت عليه شخص عاقل بالوضع، ودلت مع ذلك على معنى هو ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط، فلذلك زاد لفظة فقط في الحد. قال هنا وليس له، يعني الحرف وليس له أي للحرف علامة وجودية، هكذا الشارع قيده علامة وجودية، وهذا هو المراد، يعني عدم، وهذا الذي هو عدم علامة وجودية للحرف هو المراد بقوله ما ليست له علامة، يعني بقول الناظم، بل علامته، علامة الحرف التي امتاز بها تميز بها عن قسميه الفعل والاسم عدمية، يعني لا وجودية، لأن قوله ما ليست له علامة، علامة هذا منفي أو مثبت؟ شيخ أحمد، ما ليست له علامة مثبت أو منفي؟ منفي. إذن ما ليست له علامة وجودية، إذن له علامة العكس عدمية، هذا مراده. ولذلك قال رحمه الله تعالى وليس له علامة وجودية، وهذا هو المراد بقوله ما ليست له علامة، يعني وجودية، يعني قيده، بل انتقال علامته التي امتاز بها عن قسميه عدمية لا وجودية، وهي أي هذه العلامة العدمية ألا يقبل شيئا من خواص الاسم ولا من خواص الفعل. هذا التفسير لماذا؟ للعدم، بكونه عدما مقيدا لا عدما مطلقا، لأن العدم المطلق ليس بشيء، فلا يصح أن يجعل علامة على شيء موجود، وإذا كان كذلك لابد من الجواب، وجوابه أن المراد هنا العدم المقيد. ما وجهه؟ مقيد بعدم قبول الكلمة لشيء من علامات الأسماء وشيء من علامات الأفعال. ولذلك قال وهي أي هذه العلامة العدمية ألا أن لا يقبل عدم قبول شيئا واحدا من خواص الاسم يعني وعلاماته، ولا شيئا من خواص الفعل وعلاماته. فحينئذ يعني فحينئذ لم يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل يمتنع. فحينئذ قلنا هذا نوع ماذا؟ تنوين عوض عن جملة أو جمل، هنا جمل. فحينئذ لم يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل يمتنع كونه، أي كون الحرف واحدا منهما، يعني من الاسم والفعل. إذا لم يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل امتنع كون هذا الحرف اسما أو فعلا، لأنه لو كان اسما لقبل علامة الاسم، ولو كان فعلا لقبل علامة الفعل، فامتنع النوعان، تعين أن يكون حرفا. لماذا تعين أن يكون حرفا؟ لأن القسمة ثلاثية ودل الإجماع على ذلك. فإذا لم يكن اسما حينئذ يحتمل أنه فعل، إذا لم يكن اسما ولا فعلا تعين أن يكون ماذا؟ حرفا، هذا المراد. فحينئذ يمتنع كونه واحدا منهما، أي من الاسم والفعل، لعدم قبول علاماتهما، فيتعين كونه حرفا. لماذا؟ قال إذ لا يخرج عن ذلك، عن كونه حرفا، كما دل عليه، يعني على عدم خروج ذلك عن عدم خروجه عن ذلك، كما دل عليه، يعني على عدم خروجه عن كونه حرفا الاستقراء. فإذا عرضت عليك مثلا كلمة وسئلت عنها أهي اسم أو فعل أو حرف، عرضت عليك كلمة مثلا وسئلت عنها أهي، يعني هذه الكلمة، اسم أو فعل أو حرف، ماذا تصنع؟ قال فأعرض عليها، على تلك الكلمة المسؤول عنها، المسؤول عنها علامات الاسم أولا، يعني عرضا أولا،
فإن قبلت تلك الكلمة شيئا منها من علامات الاسم فاسمه، يعني فاحكم عليها أنها اسمه، لأن الذي يقبل علامة الاسم هو اسمه. وإلا يعني وإلا يقبل شيئا من علامات الاسم فاعرض عليها، على تلك الكلمة المسؤول عنها، علامات الفعل. فإن قبلت تلك الكلمة شيئا ولو واحدا منها من علامات الفعل فاحكم عليها بأنها فعل ففعل، وإلا فاحكم عليها بأنها حرف. واضح هذا؟ وإلا يعني وإلا يقبل شيئا من علامات الفعل فاحكم عليها فاحكم بحرفيتها، يعني أنها حرف، لأن القسمة ثلاثية، امتنع الأول الاسم، احتمل أن يكون فعلا، امتنع الفعل تعين أن يكون حرفا. قال رحمه الله تعالى: والحرف ثلاثة أقسام كما أفهمه تعداد المثال في النظم، كما أفهمه تعداد المثال في النظم، لأنه قال ماذا؟ قال مثاله حتى ولا وثم، ثم الألف هذه للإطلاق، وهل وبل ولو ولم ولما. قال: الحرف متعدد، والحرف ثلاثة أقسام كما أفهمه تعداد المثال في النظم، مختص بالاسم هذا الأول، والحرف هذا جنس، يعني جنس الحرف، بالنظر إلى الاختصاص والاشتراك ثلاثة أقسام: مختص بالاسم، ومختص بالفعل، مشترك بينهما. مشترك بينهما، هذا الشأن فيه كالشأن في ماذا؟ نعم أحسنت، علامة الفعل. علامات الفعل قلنا منه ما هو مختص بالماضي، ومنها ما هو مختص بالمضارع، ومنها ما هو مشترك بينهما. كذلك هنا مختص بالاسم، مختص بالفعل، مشترك بينهما، ولا يدخل حرف على الحرف. إذن كما أفهم تعداد المثال في النظم مختص، هذا الأول، نعم، مختص بالاسم كفي وحتى الجارة، كفي ها يعني كمثل في، حرف في، أو في هنا علم، فدخل عليها حرف الجر، حينئذ دخل حرف الجر على الاسم، ولم يدخل حرف الجر على حرف مثله. إذن كفي وحتى الجارة، جارتي، قيده بحتى الجارة بناء على أن حتى قد تكون غير جارة، كحتى الابتدائية، حتى ماء دجلة أشكل، وإذا قلنا بأنها ناصبة على مذهب الكوفيين حينئذ لا تكون جارة، تكون ناصبة، إذن حتى لها أنواع. وقيد بالجارة احترازا عن الناصبة للفعل وعن العاطفة، كذلك تأتي حرف عطف. ومختص بالفعل هذا القسم الثاني، مثل له بقوله كلم ولما ولو الشرطية، احترز بالشرطية عن لو التي للتمني، كقوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو هذا للتمني. وكذلك تأتي للتقليل نحو ماذا؟ تصدق ولو بشق تمرة، وهكذا. ومشترك بينهما هذا الثالث، يعني لا يختص بالاسم ولا يختص بالفعل، بل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، هذا مشترك بينهما، يعني بين الاسم والفعل. مثل له بهل، كهل تقول: هل قام زيد، هل قام زيد، هل حرف استفهام، قام فعل ماضي، زيد فاعل. طيب هل زيد قام، هل حرف استفهام، زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، والجملة خبر، هل زيد قام، هل حرف استفهام، زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، والفاعل هو، والجملة خبر، صحيح؟ ليس بالصحيح. هل استفهامية قول واحدا، هل زيد قام، ما الفرق بين هل زيد قام، هل قام زيد، ما الفرق بينهما؟ أحسنت، نعم هو هذا.
إذا دخلت هل على جملة فيها فعل يجب أن يليها الفعل، فإن لم يليها الفعل قدر، حينئذ هل قام زيد صحيح، هل زيد قام زيد فاعل لفعل محذوف تقديره قام، حينئذ الجملة فعلية لا فرق بينها، هل زيد قام، هل قام زيد بمعنى واحد، إلا أن الثانية التي هل زيد قام فيها توكيد للفعل، فيها توكيد للفعل من حيث المعنى، وإلا هو مفسر. حينئذ القاعدة أن هل إذا وجدت الفعل في حيزها يجب أن يكون تاليا لها، فإن لم يتلوها صح الكلام، التعبير صحيح هل زيد قام، لكن لا يصح أن نعرب زيد مبتدا. واضح هذا؟ احفظوها. قال هنا، طيب خلاص انتهينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إذن الأقسام ثلاثة، مختص بالاسم ومختص بالفعل
أو مشترك بين الاسم واو الفعل. مثلنا بهل قلنا كهل، هذه تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، لكن الاسمية باعتبار الظاهر إذا وجد فعل، وإذا كان دخوله على الجملة الاسمية لابد من عدم وجود فعل في حيزها. إذا قلت هل زيد قائم، إذا لا إشكال فيه، دخلت على الجملة الاسمية، لكن هل زيد قام في ظاهره ماذا؟ أنها اسمية وليس الأمر كذلك، بل الصواب أنها فعلية. إذن هل قام زيد جملة فعلية، هذا واضح. هل زيد قام جملة فعلية، هل زيد قائم جملة اسمية. قال كهل تقول هل قام زيد أو هل زيد قائم، لكن محل كون هل تدخل على الجملة الاسمية ما لم يكن بحيزها فعل، وإلا فلا تفارق الفعل كقولك هل زيد قام، فيتعين أن يكون زيد فاعلا بفعل محذوف فتكون الجملة فعلية، تكون الجملة فعلية. قال كهل وبل وثم عاطفة، وتعطف الاسم ضربت زيدا ثم عمرا، وتعطف الفعل كذلك أكلت كذا ثم شربت مثلا، ولا غير الناهية. أما الناهية هذه مختصة بالفعل، لا غير الناهية، لا غير الناهية. فإذا نعت لا هنا بكونها ماذا؟ بكونها ليست ناهية، لأن لا الناهية مختصة به بالفعل. كذلك لا تضرب زيدا، لا تضرب، تضرب هذا فعل مضارع مرزوم بلا، هذه لا الناهية. فلا تدعو مع الله أحدا، حينئذ لا تدعو هذا فعل مضارع مرزوم بلا، إذا كان كذلك حينئذ تكون مختصة، تكون مختصة. قال والأصل في كل حرف مختص، بعدما قسم لك الحروف إلى ثلاثة أقسام من حيث الإجمال، الآن شرع في بيان عمل ما يعمل منها. الأصل في المختص، قال والأصل في كل حرف مختص. الأصل بمعنى ماذا؟ ما حق الشيء أن يكون عليه، أصل الذي حق الشيء أن يكون عليه وقد يخرج عنه، قد يخرج عنه. والأصل في كل حرف مختص أن يعمل فيما اختص به ليظهر أثر اختصاصه. يعني إذا قلنا الحرف مختص بالاسم، الحرف كذا مختص بالاسم، حينئذ ما الذي اختص به الاسم من أنواع الإعراب؟ الجر. إذن الأصل فيه ما دام أنه مختص بالاسم فأثره أن يكون ماذا؟ الجر، هذا الأصل فيه، وقد يخرج عنه، لكن الأصل ماذا؟ أن يعمل فيه الجر. ولذلك قال الأصل في كل حرف مختص أن يعمل فيما اختص به ليظهر أثر اختصاصه، ليظهر أثر اختصاصه. حينئذ الجواب يكون من جهتين هنا، يعني ثم قولان، قيل الأصل في الحرف المختص أن يعمل ليظهر أثر اختصاصه مطلقا سواء كان رفعا أو نصبا أو خفضا، الثاني أنه ماذا؟ أن يعمل ما اختص به النوع المدخول عليه. إن اختص بالجزم فالحرف المختص الأصل أن يعمل الجزم، وإن اختص بالاسم فالأصل فيه أن يعمل الجر، هذا الأصل فيه، وإن كان القائل بذلك قليل لكن الثاني أكثر. إذن أن يعمل فيما اختص به، ما لم ينزل ذلك المختص منزلة أو منزلة الجزئي مما اختص به كأل، هذه منزلة عندها أشكال كثير، أنا أرى جوازها والكثير يعني يعترض عليها. ما لم ينزل أو نعم ما لم ينزل بالتشديد منزلة، لكن ينزل منزلة، صواب أنه يجوز فيه الوجه بالتشديد مع التخفيف، التشديد مع التشديد لا إشكال فيه، وإنما التشديد مع التخفيف هذا محل إشكال، لكن الصواب جوازه. ما لم ينزل ذلك المختص منزلة الجزء مما اختص به، مثل ماذا؟ ال حرف أم لا؟ حرف. مختصة أم مشتركة؟ مختصة، مختصة بالاسم، حينئذ الأصل أنها إذا دخلت على الاسم أن تعمل، لكنها ما عملت. لماذا لم تعمل؟ لأنها نزلت منزلة الجزء من مدخولها، يعني الرجل صار ماذا؟ صارت الجزء من الكلمة، كأنه يقال الرجل عندنا كلمة واحدة،
وفي الحقيقة عندنا كم كلمة؟ كلمتان. ال حرف معنى، ال حرف معنى، ورجل هذه كلمة مستقلة وهي اسم. فإذا قيل الرجل نقول هنا دخلت ال على رجل، والأصل أن تعمل لكن لم تعمل. لماذا؟ لأنها نزلت منزلة حرف منه. فإذا قيل رجل الراء لا تعمل في الكلمة فهي جزء منها، كذلك ال. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل تخطي العامل لها. تقول ماذا؟ مررت بالرجل، مررت بالرجل. القاعدة عندنا أن الباء حرف وال حرف، والحرف لا يدخل على الحرف، فكيف دخل عليه؟ نقول لم يدخل على الحرف وإنما دخل على الاسم، وهذا الحرف الذي هو ال جزء من الاسم. بدليل ماذا؟ بدليل دخول الحرف أولا، وبدليل تخطي تخطي الحرف. الأصل أن يظهر أثر الباء وهو الجر على ال، لكن تخطاه وظهر على الرجل، على رجل. حينئذ نقول تخطى العامل هذا الحرف. لماذا تخطاه؟ لأنه جزء من الكلمة. ولذلك نقول في لم يضرب لم يه يه هذا حرف معنى، ولم حرف معنى. كل فعل مضارع مركب من كلمتين، صحيح؟ لأنه لا ينفك فعل المضارع عن حرف المضارعة. وحرف المضارعة نأتي النون حرف معنى، والهمزة حرف معنى، والتاء حرف معنى، والياء حرف معنى، يعني مثل من وفي وعن وإلى. حينئذ إذا قيل يضرب وأضرب ونضرب وتضرب مؤلف من كلمتين عند النحاة، عند النحاة. عند المناطق لا، كلمة واحدة لأنه مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، فهو مفرد. وهذا يعترض به على من قال بأن المفرد هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. إذا قلت يضرب وقلت لم يضرب، ها دخلت لم على الحرف، والحرف هنا الأصل أنه مختص بالفعل المضارع، فلم يعمل. لماذا لم يعمل؟ لأنه جزء من الكلمة، صار مثل الراء والباء. بدليل ماذا؟ دخول لم عليه، ويظهر الآثر على آخر الفعل. واضح هذا؟ إذن الأصل في الحرف المختص أن يعمل، إلا إذا نزل منزلة الجزء من مدخوله، سواء كان فعلا أو اسما، اسما كأل وفعلا كأحرف المضارعة. ولذلك قال ما لم ينزل منزلة الجزء كأل. والسين سيقول تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. ولذلك سيقول الفعل هنا مرفوع، ها ما العامل فيه؟ تجرده، ها لم يتقدمه عامل، مع كون السين قد تقدمت، لكنها لكونها نزلت منزلة الجزء من مدخولها لا أثر له. حينئذ نقدر العامل ننويه قبل السين أو بعد السين؟ قبل السين. يعني لا تقول سا ثم تقدر العامل لأنه لم يتجرد في اللفظ ثم يأتي يقول، قل لا قبل سيقول يكون العامل هنا مقدر. والسين قال وفي كل حرف لا يختص ألا يعمل. إذن المختص بالاسم أو بالفعل الأصل فيه أن يعمل، فإن لم يعمل حينئذ خرج عن الأصل، فيسأل عنه لما خرج عن الأصل، إلا إذا نزل منزلة الجزء من مدخوله كأل من الاسم، وأحرف المضارعة من الفعل، وكذلك السين. وفي كل حرف، يعني الأصل في كل حرف لا يختص، بل هو مشترك، لا يختص باسم ولا بفعل، الأصل فيه ألا يعمل فيما دخل عليه، هذا هو الأصل. فإن عمل حينئذ لابد من السؤال. إن دخل المختص فلم يعمل ولم ينزل منزلة الجزء من مدخوله حينئذ لابد من السؤال، لابد من السؤال. إذن مختص بالاسم، مختص بالفعل، مشترك، ثلاثة، كل منهما إما عامل أو ليس بعامل، ثلاثة في اثنين بستة. الأقسام عند التفصيل ستة: مختص بالاسم يعمل، مختص بالاسم لا يعمل، مختص بالفعل يعمل،
مختص بالفعل لا يعمل، مشترك يعمل، مشترك لا يعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول أكفف هنا في النسخة التي معكم عند بعضهم، قد إذا جاءت معنى اسم فعل أمر، ها النسخة التي معكم بمعنى كفف، لا بمعنى كفى أو يكفي، بمعنى كفى أو يكفي، لأن درهم فاعل أي، وأكفف لا يرفع فاعلا. لو كان اسم فعل بمعنى أكفف لا يرفع اسما ظاهرا، إنما يرفع ماذا؟ ضمير مستترا، فخطأ فيه في النسخة معكم. صلاة ولا اي نعم هو هذا، هو هذا. طيب لا 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 هو باقي هنا. هذا يقول كيف ندخل اسم الفعل في تعريف الاسم؟ صح، اسم فعل كيف ندخله في تعريف الاسم؟ نقول له معنى او لا؟ ما تعريف الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنة الثلاثة وضعا. حين نقول صح اسم فعل كيف ندخله في حد الاسم؟ نقول دل على معنى وهو ماذا؟ أسكت. طيب كونه يدل على زمن أو لا، هذا ليس متفقا عليه. فإن لم يدل على زمن لا إشكال فيه، دل على معنى ولم يقترن بالزمن. إن دل على زمن فهو كاسم الفاعل، بمعنى أن الزمن عارض وليس بأصل، لأن القاعدة عندنا هنا أصل، وهو أن المقترن بالمعنى وكان أحد الأزمنة الثلاثة فهو فعل، وغير المقترن بالمعنى وهو زمن وهو أحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم. حينئذ ما عرض من هذا أو ذاك يجب إدخاله بالتأويل، فنقول في الأصل صح غير مقترن بزمن، مع الاستعمال عرض له الزمن، كضارب الأصل فيه أنه ليس مقترن بزمن لكن مع الاستعمال اقترن به بالزمن. طيب ايش في هذا؟ قلتم نعمة وبئس فعلان لقبولها تاء تنيث، ولما عرض عليهما دخول حرف الجر قلتم أمكن تأويلهما فأولناهما طردا للأصول ما لم يحدث العكس. ايش يعني؟ يقول فلماذا، فيقول لما لا يحدث العكس، لما؟ لا الأصل هذه التعليلات والحكم هذه تذكر طبقا للأصول، وإلا الأصل في اللغة كلها الكلام التعليلات هذا لا وجود، الأصل السماع، الأصل السماع، فما نطقت به العرب حينئذ ينطق به. وأما هذه فهذه يختلف النظر فيها، تعليلات قد أكثر وقد لو أردنا أن نعترض لاعترضنا، لكن نذكر ما هو قريب إلى الذهن فقط، نذكر ما هو قريب إلى الذهن. هذا يقول القاعدة لا نكفر أحدا، هذا سيأتينا إن شاء الله مسألة التكفير. والله أعلم. نعم المجاز في اللغة هذه مسألة عويصة، يكاد يحكى الإجماع على أن المجاز في اللغة وما ثبت في اللغة ثبت في القرآن. أولا هذه المسائل يظن البعض طلاب العلم يخلطون بين مسائل المعتقد ومسائل الفقهية الفرعية، هذا من الطوام لها، فصار إذا حصل خلاف في مسائل فرعية ظن أنها مسائل عقدية، ثم جاء ما ينبني عليه بدعة وسنة. قل لا، هنا مسائل المجاز فيه تفصيل يعني مبعضة. القائل بالمجاز هل يقول به في نفي الصفات أو لا؟ هذا أهم سؤال. إن قال بأن الصفات على معتقد أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة وأنها تجري على ظواهرها إلى آخر معتقد أهل السنة والجماعة، ثم قال بالمجاز، هذا الخلاف معه خلاف فرعي وليس بخلاف عقدي. وأما هذا مثلي يعني أنا أقول بهذا القول أول. الثاني أن يقول بأن المجاز داخل في الأسماء والصفات، فما من صفة يحرفها بدعوى المجاز، قل هذا باطل مردود عليه، والخلاف هنا خلاف عقدي. لكن انتبه للمسألة، وهي أن نفي المجاز في هذا المقام ليس هو الجواب والرد على من حرف، يعني يظن البعض أننا إذا أبطلنا المجاز من أصله كفينا شر المعتزلة والجهمية ومن على شاكلة. قل لا، ليس بصواب. لماذا؟
لأن دعوة أهل البدع المجاز دعوة فرعية لا أصلية. كيف هذا الكلام؟ أولا ادعى قاعدة بدعية وهي أن ظواهر النصوص أو نصوص الصفات ليست على ظاهرها، هذا أولا، يعني بل يداه مبسوطتان استوى على العرش، يقول هذا اللفظ ليس على ظاهره. أين المجاز؟ أين المجاز في هذا الأصل عندهم؟ هذا أصل مضطرد عندهم، ظواهر النصوص نصوص الصفات ليست على ظاهرها. لماذا؟ لأنه لا يفهم إلا التشبيه، بل يداه لا يفهم إلا هذه اليد، استوى بمعنى قعد قعود المخلوق، يقول لا أفهم إلا هذا، وتعالى الله تعالى أن يتصف بهذه الصفات التي هي من صفات المحدثين. إذن هذا هو الأصل عنده، ما المخرج من هذا الأصل؟ قال مجاز. إذن جاء المجاز ثانيا لا أولا، فإذا أبطلته تحتاج إلى إبطال الأصل الأول، فالنقاش معه ليس في المجاز، وإنما النقاش معه في كون النصوص على ظاهرها على ما أراده الله عز وجل. فيظن بعض طلاب العلم بعقولهم الصغيرة أنهم إذا أبطلوا المجاز انتهى عندهم، لم يبقى عرش للجهمية ولا الأشاعر ولا غيرها تبطل. ولذلك الإسفرايني ينكر المجاز وهو أشعري، كيف هذا؟ سلوه. فينكر المجاز وهو أشعري، نقول هذا يدل على ماذا؟ طالبتان. فالخلاف في المجاز قد يكون خلافا عقديا وقد يكون خلافا فرعيا، فلا يخل طالب علم كلما قال أحد من المجاز قال هذا قول أهل البدع، قل لا، ليس بقول أهل البدع، إن قال به فيما عدا الأسماء والصفات ليس بقول أهل البدع، لعله يرى المجاز. فانتبهوا لهذه المسألة. فالمجاز لكن من حيث الأدلة الكلام فيه طويل، لأن الأصل فيه الفهم، وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير وفي غيره كلها فهوم، يعني ليس نقلا عمن سبق، وإلا حكى بعض من الإجماع على وجود المجاز. فلا ثم لا يظن بشيخ الإسلام أنه نفى المجاز لأجل الرد على أهل البدع، لا، وإنما يعتقد أصلا كمسألة منفكة، لأنه لما أراد أن يرد على أهل البدع بنفي المجاز، لما احتجوا بالمجاز استطرد في رده، وإلا لم ينكر المجاز لأجل الرد، لأن هذا مسلك ضعيف، وشيخ الإسلام أكبر وأجل من ذلك. نعم، خلاص، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.